سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأستاذ الرياضي في جامعة الكويت أنقل لحضراتكم أيها الأخوة والأخوات حفل التخرج السنوي الموحد لجامعة الكويت للعام الجامعي 2015-2016 برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظه الله في الأستاذ الرياضي لجامعة الكويت. أيها الأخوة والأخوات، تتشرف جامعة الكويت كل عام بتكريم صفوة خريجيها في احتفالية كبيرة كما تشاهدونها أيها الأخوة والأخوات. تشهدها الأسرة الجامعية وتنتظرها بكل شوق تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله، مما يجعل هذا اليوم عيدا أكاديميا يتشرف خلاله الخريجين والخريجات في أعظم صور التواصل الحميمة بين القيادة والشعب. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، تولي جامعة الكويت كل عام اهتماما عظيما بخريجيها، وذلك من خلال تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التفوق العلمي لما يمثله من أهمية في صناعة الأمم وتقدمها وحضارتها العلمية، دفعا لعجلة التنمية والتطور التي تشهدها الكويت، ولينضموا أيضا بعد تخرجهم لزملائهم وزميلاتهم ممن سبقوهم في رحلتهم الجامعية ليكملوا مسيرة البناء والعطاء لبلدنا الحبيب الكويت. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، هذه المناظر الحية والمباشرة التي تأتيكم من النادي الرياضي لجامعة الكويت والذي يحتفل اليوم بتخريج كوكبة من الخريجين والخريجات في جامعة الكويت. أيها الأخوة، إن جامعة الكويت لا تسعد في هذا اليوم أن تزف لوطننا الغالي هذه النخبة المتميزة من أبنائها الخريجين والخريجات الذين تسلحوا بالعلم
للانطلاق نحو بناء مستقبل ونهضة الوطن. بعد أن قضوا في محاربها سنين عديدة من الجد والمثابرة والتحصيل العلمي في شتى العلوم والمعارف ليساهموا في خدمة وطنهم ورفعته، واضعين نصب عيونهم البذل والعطاء لهذا الوطن المعطاء. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، زهرات الكويت من الخريجين والخريجات تحتفل بهم جامعة الكويت اليوم برعاية كريمة من سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحامد الصباح حفظه الله في هذا اليوم المبارك. بفضل الله وتوفيقه نحتفل اليوم أيها الأخوة والأخوات بتخريج دفعة من طلبة وطالبات جامعة الكويت، حيث يرعى سمو ولي العهد حفظه الله هذه الفرحة في يوم الحصاد، يوم تتويج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات الدراسة في الجامعة لتحقيق هذا التفوق والتميز لخدمة الكويت. جامعة الكويت أيها الأخوة والأخوات، وفي ضوء رسالتها المتمثلة لإعداد ثروة بشرية متميزة بمعرفتها وتفيء أيضا باحتياجات الدولة التنموية وتواكب متطلبات العصر الحديث من خلال الجودة في التعليم العالي والتميز بالبحث العلمي والارتقاء في خدمة المجتمع، حيث تسعى أيها الأخوة والأخوات جامعة الكويت وطوال مسيرتها التي امتدت إلى أعوام عديدة إلى الارتقاء بمستوى خدماتها التعليمية والبحثية وتحقيق التميز بمخرجاتها. فكما تشاهدون أيها الأخوة والأخوات، ومنذ إنشاء جامعة الكويت وهي تقدم لسوق العمل دفعات متتالية من الكفاءات الوطنية المعدة والمدربة للمساهمة في دفع عجلة العمل في مؤسسات الدولة ومواكبة المستجدات والتطورات المتلاحقة التي تفرضها طبيعة العصر. ودائما ما تسعى جامعة الكويت لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة لبرامجها لتحقيق الاعتماد الأكاديمي والجودة العالية لجميع التخصصات
بالإضافة إلى اهتمامها بتطوير الأجهزة الإلكترونية في بنيتها التحتية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز دورها في دعم وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية. إن التعليم أيها الأخوة الأخوات من ضمن أولويات النهضة في الكويت، وما الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد حفظه الله وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء إلا دليل على اهتمام سموه المتنامي بأبنائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وصل الآن موكب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء، ممثلا عن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. باسمكم جميعا نرحب بقدوم سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ممثل راعي الحفل. تتشرف جامعة الكويت ممثلة باللجنة العليا باستقبال سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله من قبل معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري مدير الجامعة، الدكتور عادل حسينان نائب مدير الجامعة للتخطيط، الأستاذ الدكتور طاهر الصحاف نائب مدير الجامعة للأبحاث، الأستاذ الدكتور عصام العوضي نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، الأستاذ الدكتور عادل العوضي قائم بعمل نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية، الدكتور جاسم رمضان نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة، الدكتور آدم الملا أمين عام الجامعة بالإنابة، المهندس يوسف المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، السيد عبد الله برسلي الأمين العام المساعد للشؤون المالية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله، معالي سيد عيسى الكندري الموقر رئيس مجلس الأمة بالإنابة، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، معالي الوزراء المحترمين أصحاب السعادة السفراء، معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري مدير الجامعة، زميلاتي زملائي الأعزاء، إخواني أخواتي الخريجين والخريجات، ضيوفنا الكرام. تتشرف جامعة الكويت اليوم بإقامة حفل الخريجين السنوي الموحد للعام الأكاديمي 2015-2016 تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وبحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن سمو نائب الأمير وسمو ولي العهد حفظه الله. اليوم يتجدد اللقاء في إقامة هذا الحفل والذي نستهله بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ المهندس عثمان الهلال، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. سمو رئيس مجلس الوزراء ممثل راعي الحفل، إن الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد حفظه الله لهي دليل قاطع على ما تتمتع به جامعة الكويت من مكانة ملموسة لدى سموه تزيدنا فخرا واعتزازا، وخاصة مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، إضافة إلى ذلك الاهتمام الذي تحظى به جامعة الكويت من خلال الدعم الأدبي والمادي من السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد. نبدأ حفلنا هذا بكلمة راعي الحفل سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورعاه يلقيها ممثل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، فليتفضل سموه مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. الحفل الكريم، أبناؤنا وبناتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. يشرفني في مستهل كلمتي ممثلا لسمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله في احتفالنا هذا أن أنقل لكم تحيات وتهاني وتبريكات حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مقرونة بخالص التمنيات بمناسبة الاحتفاء بتخرجكم للعام الجامعي 2015-2016، وأنه لمن دواعي سرورنا ونحن نحتفي بتخرج نخبة من أبنائنا لهذا العام الذي يواكب احتفالاتنا باليوبيل الذهبي للجامعة ومرور 50 عاما على إنشاء هذا الصرح العلمي الرائد، جامعة الخير والعراقة جامعة الكويت. أن أعبر لأبنائي الخريجين عن خالص التهاني القلبية بمشاعر تفيض فخرا واعتزازا لما بذلوه من جهود حثيثة طوال سنوات الدراسة والتي أثمرت عن جدارة واستحقاق هذه الكوكبة التي نالت أرفع الدرجات. ولأولياء الأمور الكرام النبراس الذي يضيء الطريق لأبنائهم، بارك الله مساعيكم ونهجكم وأقر عيونكم بأبنائكم، سائلين الله تعالى لكم خير الثواب والجزاء. الحفل الكريم، لا يفوتني في هذا المقام أن أوجه خالص الشكر إلى معالي الدكتور محمد الفارس وزير التربية ووزير التعليم العالي، والدكتور حسين الأنصاري مدير الجامعة، والأخوة الكرام أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا رافداً علمياً ثرياً ينحل منه أبنائنا الطلاب والطالبات، مقدرين جهودكم وعطاءكم النبيلة التي تثمر إنجازاً كل عام. أبنائي الخريجين والخريجات، أرى فيكم اليوم مستقبلاً مشرقاً نتطلع إليه جميعاً، فاجعلوا من العلم سراجاً ينير لكم الطريق. فلا شك أن أكبر مكسب يحصل عليه الوطن هو دخول أبنائه الخريجين معترك الحياة متسلحين بالعلم والمعرفة ليقوموا بدورهم الفاعل والإيجابي في خدمة وطنهم ومواكبة العالم فيما وصل إليه من تقدم، ونحن قادرون بإذن الله على أن نشارك في كافة المجالات لما لدينا من كفاءات علمية وطاقات خلاقة أسهمت في إبراز الوجه المشرق لوطننا على كافة الأصعدة. أبنائي وبناتي، ونحن نعيش هذه الأجواء السعيدة التي ازدانت وتوجت لتخرجكم، وأنتم ترفلون في ثياب الفرحة، فإنني أشد على أيديكم وأدعوكم لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل وطننا العزيز الذي لم يدخر وسعا ولم يألو جهدا لرعايتكم ودعمكم، والذي من أهم أولوياته في هذه المرحلة أن تبدأوا حياتكم العلمية وتشاركوا في مسيرة التنمية والبناء، متحملين تبعات العمل ومسؤولياته بكل أمانة وإخلاص، محافظين على مكتسبات الوطن وقيمنا الأصيلة، مسترشدين في ذلك بما ورثناه عن الآباء والأجداد من عادات وتقاليد وأخلاق كريمة. وكونوا أبنائي خير خلف لخير سلف. وختاماً، أسأل المولى جل قدرته أن يهيئ لأبناء الخريجين مستقبلاً باهراً وحياة عملية ناجحة
وأن يديم على كويتنا الغالية وحدة صفوفها وتآلف قلوبها والمزيد من التقدم والازدهار في ظل توجيهات قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سموكم على هذه الكلمات الطيبة والغالية، ونرجو من الله العلي القدير أن يسدد خطاكم لخدمة وطننا الحبيب. أيها الحفل الكريم، في عام 1966 تم افتتاح جامعة الكويت تتويجاً للنهضة التعليمية الحديثة، وكان قوام الجامعة الوليدة آنذاك كليتين استقبلت 400 طالب وطالبة برعاية 31 عضو هيئة تدريس. ولقد تابعت الجامعة نموها وتوسعها مستجيبة لحاجة المجتمع ومسايرة لركب التقدم العلمي على المستوى العالمي، حيث بلغ عدد الطلبة المقيدين 37,000 طالبا وطالبة تقريبا، كما بلغت كلياتها في العام الجامعي 2015-2016 16 كلية، وبلغ عدد خريجي هذه الدفعة الإجمالي 6,952 خريجا وخريجة. حضورنا الكريم مع كلمة معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ جابر المبارك حمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، ممثلا سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله، معالي السيد عيسى الكندري نائب رئيس مجلس الأمة الموقر، أصحاب المعالي والسعادة، الأخوة الزملاء أعضاء هيئة التدريس، السادة أولياء أمور الخريجين، الحضور الكريم، أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم برعاية كريمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لهذا الحفل، وبحضور كريم من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، لنحتفل جميعا بتكريم كوكبة من خريجي جامعة الكويت الدفعة 46 للعام الأكاديمي 2015-2016. وتتزامن هذه المناسبة السارة باحتفال جامعة الكويت باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على إنشاء هذه الجامعة الفتية، بعد مراحل عدة مرت على إنشائها، وبعد دراسات مختلفة قدمت بشأن تشكيلها بصورتها التي ظهرت عليها، وبعد عمل شاق تحمله أبناء الجيل الماضي من أساتذة الجامعة حتى تظهر الجامعة بالصورة اللائقة، متبعة في ذلك الأطر والأعراف الأكاديمية المتعارفة عليها دولياً. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، إنه لشرف عظيم أن تكون بين أبنائكم الخريجين تشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، وهو بلا شك سيكون دافعاً لهم للعمل بهمة ونشاط لاستكمال ما انتهوا إليه بالتخرج، أما باستكمال الدراسات العليا أو بالمشاركة في بناء الوطن العزيز، وذلك بالالتحاق بالعمل الوطني وتنمية البلاد والاهتمام بالتطوير والتحديث لبنيته،
سواء كان ذلك الالتحاق بالعمل الحكومي أو الأهلي، فكل العملين يصبان في مصلحة الوطن. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الموقر الحضور الكريم، إنما تبنى الأوطان بالعلم ويرفع قدرها بالعلماء، فما تطورت دولة كسنقافورة إلا بعد أن وضعت جل اهتمامها بالتعليم، وحرصت على أن تكون النسبة الكبرى في ميزانياتها موجهة إلى التعليم. وما أحوجنا إلى أن نضع ذلك في اعتبارنا إذا أردنا لبلدنا التطور والنمو وزيادة الدخل القومي. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، لقد حققتم الهدف الذي وضعتموه نصب عيونكم، وها أنتم الآن تحصدون ثمر ما زرعتم، فسعدتم بكم قلوب أولياء أموركم، فهنيئا لكم هذه النتيجة وهذا النجاح. إن الواجب الوطني يحتم عليكم أن تبادروا إلى رد الجميل لبلدكم بحسن إداء العمل والتميز فيه، فوطنكم يحتاج إلى عقولكم كما يحتاج إلى سواعدكم الفتية، لنبني معا كويتنا الحبيبة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رعاه الله، وسندهم الأمين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، جعلهم الله جميعا ذخرا لهذا البلد العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة على هذه الكلمات الطيبة. أيها الحفل الكريم، تسعى جامعة الكويت منذ إنشائها للوصول إلى التميز في مستوى البرامج الأكاديمية لتحقيق أهداف التنمية وسد احتياجات المجتمع، وفي ظل السعي لتحقيق التميز رفعت جامعة الكويت شعار نحو تعليم متميز، ليصبح التميز هو الهدف الذي تصبو إليه جميع البرامج الأكاديمية. مع كلمة الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري مدير الجامعة، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر، وممثل سمو نائب الأمير وولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، معالي السيد عيسى الكندري الموقر رئيس مجلس الأمة بالإنابة، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، معالي الوزراء المحترمين، معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة، الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس والهيئة التدريسية المساندة والإداريين وأولياء أمور الخريجين، أبناء الخريجين والخريجات المحتفى بهم، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. يسعدني باسم الأسرة الجامعية هيئة تدريسية وطلبة وإداريين أن أرحب أجمل ترحيب بسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وممثل سمو نائب الأمير وسمو ولي العهد حفظهم الله في رحاب جامعة الكويت، ونتقدم لسموكم بخالص الشكر والتقدير على تشريفكم للجامعة وتواجدكم معنا لتكريم أبنائكم الخريجين والخريجات. كما يسرني أن يلتقي هذا الجمع الطيب من ضيوفنا الكرام في رحاب الجامعة ليشاركوننا فرحتنا في هذا اليوم المبارك، فلكم منا جزيل الشكر والتقدير وجزاكم الله كل خير. بالأمس القريب سجل التاريخ لحظات خالدة ستظل محفورة في الذاكرة، ذلك اليوم التاريخي الأقر الذي شهدته جامعة الكويت حين توجهت احتفالها بذكرى مرور 50 عاماً
على إنشائها بتشرفها بمن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الدكتوراه الفخرية، لما حققه سموه من إنجازات ودور بارز ومؤثر في الحياة الكويتية والإسلامية والدولية، كما احتفلت الجامعة باليوبيل الذهبي لإنشائها، وهو احتفال بتاريخ حافل من الإنجازات الكثيرة التي حققتها الجامعة على مدى 5 عقود في مختلف المجالات. واليوم نحتفل بخريج جميع الكليات الجامعية للعام الجامعي 2015-2016، وهو اليوم الذي نتوج به الدور الكبير الذي ما برحت الجامعة القيام به منذ نشأتها، خدمة لآمال هذا الوطن الذي نرتبط به ترابا وتراثا ومصيرا. إن جامعة الكويت لتشرف بأن يحظى الحفل الموحد بالرعاية الكريمة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والذي يدل دلالة واضحة على اعتزاز الدولة بتخريج كوكبة غالية من أبنائه وبناته من جامعة الكويت، إيمانا من قيادتنا الحكيمة بأهمية التعليم الجامعي باعتباره القاعدة الأساسية لأي خطة نموية، مؤكدين على أن الجامعة لن تألو جهدا لاستثمار الطاقات والمواهب من طلابها وطالباتها المبدعين والموهوبين ليصبحوا قادرين على النهوض لخدمة وطننا الغالي. إن جامعة الكويت تبذل كل ما في وسعها للارتقاء بمختلف برامجها وأنشطتها الأكاديمية والبحثية والإدارية ومواكبة التطورات العلمية العالمية وربط مسارها بقضايا المجتمع واحتياجاته. وقد حققت الجامعة في هذا العام العديد من الإنجازات، منها نشر الكتب والإصدارات والبحوث العلمية في مجالات علمية عالمية، وحصول بعض الأقسام العلمية على الاعتماد الأكاديمي من مؤسسات اعتماد عالمية متخصصة، وإنشاء العديد من برامج الدراسات العليا، وتوقيع العديد من اتفاقات تعاون مع جامعات ومؤسسات علمية ومراكز أبحاث محلية وعالمية تم الاستفادة منها بتدريب الطلبة وأعضاء التدريس وإعداد البحوث العلمية وتقديم الاستشارات لمختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، كما حصل العديد من أعضاء التدريس على جوائز بحثية وجوائز التدريس المتميز. وما يميز هذا العام هو حصول طلبة جامعة الكويت على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية في المسابقات العلمية والبحثية وريادة الأعمال والابتكار. إن الجامعة مجمع للعلماء والباحثين ومكان لتعايش العقول والأفكار ومصدرا للطاقات البشرية المتخصصة والمثقفة، ومحتفانا اليوم إلا لتقديم فئة من الشباب المتعلم الناضج والواعي للعمل في مختلف المواقع بدولتنا الحبيبة. سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، استأذن سموكم بتوجيه كلمة إلى أبنائنا الخريجين والخريجات. أبناء الخريجين وبنات الخريجات الأعزاء، يسعدني باسم أسرة جامعة الكويت أن أهنئكم وأبار لكم ولذويكم نجاحكم وتفوقكم وتخرجكم. إن الوجود سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر بيننا في هذا اليوم العزيز علينا وعليكم يبارك لكم تخرجكم، ليدل على اهتمامه واهتمام الدولة بكم، فأنتم مستقبل هذا الوطن، كما أنكم تقفون أمام آبائكم وأمهاتكم الذين بذلوا قصارى جهدهم لتبلغوا ما بلغتوه الآن. إذا كان شكر الآباء والأمهات حباً وبراً، فإن شكر الوطن ينبغي أن يكون وفاءً والتزاماً بحريته وأمنه وحرمته وعزته. وها أنتم تقطفون ثمار سنوات من العمل الجاد على مقاعد الدراسة تحت إشراف أساتذة أجلاء، فهنيئاً لكم ما صنعت أيديكم، وطوبى لكم ولأهليكم ولأحبائكم. وأوصيكم يا أبنائنا الأعزاء بمواصلة طلب العلم واكتساب المزيد من الخبرات المعرفية والمهنية حتى تكونوا قادرين على أن تساهموا في مسيرة البناء والتنمية الشاملة. داعين الله عز وجل أن يجعل التوفيق حليفكم والهداية منارا لطريقكم، معربا عن ثقة الأكيدة بأنكم ستكونون أهلا لما يعقده الوطن من آمال بالمساهمة في رفعته وتقدمه. وتأكدوا أن أبواب الجامعة ستظل مفتوحة أمامكم لتلبي احتياجاتكم المهنية
والمهارية أو استكمال دراساتكم العليا بها. سمو رئيس مجلس الوزراء، أكرر شكر وتقدير أسرة الجامعة لكم واعتزازها بتشريفكم، وأرفع باسمها إلى سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهما خالص دعاءنا برعايته، وأن يسدد خطاكم لما فيه خير الكويت وأهلها، إنه سميع مجيب. وفي الختام لا يسعنا نتقدم بالشكر الجزيل وخالص العرفان إلى جميع الجهات التي ساهمت في الإعداد والتنظيم لهذا الحفل، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري مدير الجامعة على كلمته. أيها الخريجين والخريجات، إنها لحظة من أجمل وأسعد اللحظات نحتفل فيها بضم دفعة جديدة إلى مجموعة الكواكب اللامعة في سماء العلم والأدب والفكر. إن كان هذا اليوم يمثل نهاية مشواركم في الجامعة، فهو أيضا يمثل بداية مسيرتكم للمساهمة في رد الجميل للوطن الغالي ورفع اسمه عاليا من خلال العمل على تحقيق شعار صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهد الأمين بأن تكون الكويت دولة عصرية مسلحة بالعلم. نيابة عن زملائه وزميلاته الخريجين والخريجات، يقف معنا اليوم الخريج الدكتور علي حسين صفر ليعبر عن امتنانهم وتقديرهم لوطنهم ولأساتذتهم ولأهلهم، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ممثلا عن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، معالي السيد عيسى الكندري الموقر نائب رئيس مجلس الأمة، أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين، معالي الوزراء المحترمين، أصحاب السعادة السفراء، معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري مدير الجامعة، زميلاتي زملائي الأعزاء، إخواني أخواتي الخريجين والخريجات، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني اليوم يا سمو رئيس مجلس الوزراء في رحاب جامعتنا الحبيبة أن أنقل لكم تحية عرفان وتقدير على تشريفكم حفلنا هذا لتكريم أبنائكم خريجي جامعة الكويت. فالشكر والتقدير إلى سموكم الكريم وإلى رعايتكم الأبوية لشباب الكويت وحضوركم الكريم. سموكم الكريم، نقف اليوم في لحظة من لحظات عمرنا نستذكر فيها سنوات الحياة الجامعية وما بذلنا فيها من جد واجتهاد في طلب العلم والمعرفة برفقة أساتذتنا الأفاضل الذين غمرونا بفيض عنايتهم واهتمامهم بنا. لنقف اليوم أمام سموكم الكريم وكلنا أمل في أن نرد جزءا من جميل وطننا الغالي الذي أعطانا بلا حدود ومنحنا ووفر لنا سبل العلم حتى نسهم في تنمية بلدنا الغالي ونشارك في نهضته ومسيرته المباركة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وإننا اليوم يا سمو رئيس مجلس الوزراء نجدد العهد لوطننا الغالي بأن نقدم كل ما نملك من العلم والمعرفة التي اكتسبناها في رحاب جامعتنا الحبيبة إلى وطننا العزيز، وأن نترجم هذا الحب إلى عمل بناء وعزيمة قوية لبناء نهضة وطننا الغالي. إن حبنا للكويت سنترجمه إلى أفعال في حياتنا العملية إن شاء الله، حتى نسهم في نهضة الكويت ورقيها من أجل أن تكون بلادنا منارة للعلم والعلماء
ومقصدا للباحثين عن المعرفة والنور. سمو رئيس مجلس الوزراء، حفظكم الله ورعاكم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. رسالة حب ووفاء نرسلها إلى أساتذتنا الأفاضل الذين كانوا نعم السند والمعين في حياتنا الدراسية، وكانوا لنا مفاتيح العلم والمعرفة، فلهم منا الشكر والثناء العطر. ولإدارة جامعتنا التي هيأت لنا كل الظروف والسبل لنجاح هذه المسيرة العلمية المباركة، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم. والشكر والتقدير موصول إلى أولياء أمورنا الذين كان لهم النصيب الأكبر في دعمنا وتشجيعنا. لنقف اليوم أمام سموكم نقطف ثمرة جهدنا ومثابرتنا، فجزاهم الله عنا كل خير وأجزل لهم الأجر والثواب. أيها الحفل الكريم، نسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله ورعاهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً للخريج الدكتور علي حسين صفر على كلمته. لأولياء الأمور تحية عرفان وتقدير وامتنان. للأمهات والآباء نقول: حان موعد قطف الثمار، ثمار الجهد والتعب والمساندة، فهنيئاً لكم تخرج أبنائكم. نبدأ الآن بإطفاء الأنوار إذاناً بالبدء في مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 46 لجامعة الكويت. إنما نرجوه من الكليات أن تقف كل منها وتعبر عن بهجتها بتخريج أبنائها عند ذكر اسم الكلية. أولاً، كلية الدراسات العليا. وقد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 462 خريجاً وخريجة من حملة الدكتوراه والماجستير. ثانياً، كلية الصيدلة. وقد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 42 خريجاً وخريجة. ثالثاً، كلية طب الأسنان. وقد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 53 خريجاً وخريجة. رابعاً، كلية العلوم الطبية المساعدة. بلغت خريجيها لهذا العام 122 خريجا وخريجه. خامسا، كليه الطب. وقد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 191 خريجا وخريجه. سادسا، كليه العلوم. قد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 197 خريجا وخريجة. سابعا، كلية الهندسة والبترول. وقد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 884 خريجا وخريجة. ثامنا، كلية العلوم الإدارية. بلغ عدد خريجيها لهذا العام 683 خريجا وخريجة. تاسعا، كلية العلوم الاجتماعية. قد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 607 خريجا وخريجة. عاشرا، كلية التربية. قد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 1706 خريجا وخريجة. 11، كلية الحقوق. قد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 535 خريجا وخريجة. 12، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. بلغ عدد خريجيها لهذا العام 850 خريجا وخريجة. 13، كلية الآداب. قد بلغ عدد خريجيها لهذا العام 517 خريجا وخريجة. 14، كلية العلوم الحياتية.
عدد خريجي هذا العام 103 خريجا وخريجة. أيها الحفل الكريم، تتشرف جامعة الكويت بتقديم هدية تذكارية لسمو ولي العهد لرعايته الفاضلة لهذا الحفل، يتسلمها ممثل راعي الحفل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. يتفضل بتقديمها وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة معالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، ومدير الجامعة الأستاذ دكتور حسين أحمد الأنصاري، من تصميم الفنان التشكيلي إبراهيم حبيب. شكرا الله. تشكر جامعة الكويت سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء ممثلا عن سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على رعايته الكريمة لحفل التخرج السنوي الموحد وتشريف أبنائه وبناته الخريجين والخريجات. إن مشاركتكم يا سمو رئيس مجلس الوزراء وتمثيلكم لسمو راعي الحفل هي تكريم للجامعة وهيئتها وطلبتها وخريجيها، وهي تكريم للعلم في بلد يهتم بالتربية والتعليم ويعتبرها أساس بناء الفرد منذ نشأة الكويت. فشكرا لسموكم، شكرا جزيلا، حللتم أهلا ورحلتم سهلا في رعاية الله.
أيها السادة، يغادر في هذه اللحظات ممثل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله، بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب من قبل القائمين على هذه الاحتفالية حفل التخرج السنوي الموحد لجامعة الكويت للعام الجامعي 2015-2016. أيها الأخوة والأخوات، إنها لفرحة كبيرة نعيشها هنا في النادي الرياضي لجامعة الكويت في منطقة شويخة، إن جامعة الكويت لا تسعد في هذا اليوم أن تزف لوطن الغالي هذه النخبة المتميزة من أبنائها الخريجين والخريجات. أيها السادة، نقلنا لحضراتكم حفل التخرج السنوي الموحد لجامعة الكويت للعام الجامعي 2015-2016 برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في الأستاذ الرياضي لجامعة الكويت. تقبلوا تحيات المخرج سليمان الخراز، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الوطن، وطن مالي، وطن